في ملف تاني وموضوع برضو مرتبط بقصة كورونا. تابعنا طبعا المصريين اللي كانوا بيشتغلوا في بعض الدول العربية منها السعودية ومنها الكويت، واللي طبعا كان يعني الدول دي اشترطت لعودة المصريين مرة تانية ان هم يعملوا تحليل البي سي ار ويتم توثيق هذا التحليل. والحمد لله يعني طبعا المشهد اللي كان غير مرضي على الإطلاق، الزحام الشديد، تم التعامل طبعا مع هذا الأمر، زيادة أعداد المعامل المركزية، مش مطلوب من المواطن ان هو يعني ياخد يعمل التحليل يروح بيه ويوثقه، هيبقى الكلام ده من وزارة الصحة للخارجية هي اللي هتقوم بالتوثيق وترجع مرة تانية التحليل لوزارة الصحة، والمواطن ياخد الشهادة دي ويقدر ان هو يسافر. فالنهاردة برضو في الملف ده وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج معالي السفيرة نبيلة مكرم أعلنت أنه تم تلقي عدد كبير من شكاوى المصريين الراغبين في العودة لأعمالهم لعدد من الدول، وبتمنحهم القرارات اللي تم اتخاذها في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. نعرف مع حضراتكم طبيعة المشاكل والشكاوى إزاي بيتم التعامل معاها. معانا على التليفون معالي السفيرة نبيلة مكرم، برحب بحضرتك معنا يا سيادة الوزيرة. أهلا وسهلا بحضرتك. الخير، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك سياده الوزيره. يعني كلمينا بس عن مشاكل المصريين الراغبين في العوده لاعمالهم في الدول العربيه، وهل تحليل البي سي ار ده يعني مش المفترض انه ينهي المشكله دي وتبقى المساله خلاص، يعني بمجرد ان المواطن يطمن انه ما فيش عنده فيروس كورونا يبقى متاح بالنسبه له ان هو يسافر مره ثانيه وعادي؟ طيب خليني ابتدي بس في البدايه ان انا اقول انه احنا كدوله مصريه بنحترم سياده وقواعد الدول الاخرى فيما يتعلق بالتعامل كل دولة مع فيروس كورونا. طب. ولكن إحنا كوزارة للهجرة عندنا تكليف من القيادة السياسية برعاية المصريين في الخارج وتلبية احتياجاتهم. عشان كده أنا من ساعة لما تم الإعلان عن غلق المطارات سواء في الكويت أو في المملكة العربية السعودية، تلقت وزارة الهجرة عددا من الاستفسارات الخاصة بالمصريين اللي بيشتغلوا سواء هنا أو هنا، واللي نزلوا أجازة مصر ولكن مش عارفين إن هم يرجعوا. وعندنا مسألة أخرى وهي العالقين في مطارات سواء جدة أو الكويت أو أي دولة أخرى. والحقيقة كونت على ضوء تلقي هذه الاستفسارات غرفة عمليات متابعة لأزمة العالقين بسبب هذا الفيروس. وعايزه اقول لحضراتكم انه لغايه 10 الصبح النهارده وصل لوزاره الهجره 1660 استفسار وطلب وشكوى من المصريين اللي مش عارفين يرجعوا. الحقيقه طبعا باعتبار انه المملكه العربيه السعوديه فيها العدد الاكبر من الجاليه المصريه، فاحنا عندنا زي ما انا قلت ل 10 الصبح النهارده طبقا لما وصلنا من استفسارات ومشاكل وطلبات 1338 مواطن بيشتغل في المملكة ومش عارف يرجع. غرفة العمليات دي ازاي بتتلقى طلبات؟ بتتلقى طلبات من خلال أرقام واتساب، من خلال إيميل بريد إلكتروني، ومن خلال استمارة تسجيل البيانات دي بتاعتهم على صفحة الفيسبوك. طيب احنا ليه عاملين يعني هذه الغرفة وليه عايزين نعرف؟ لانه قبل لما نتعامل مع اي مشكلة لازم اعرف العدد اللي عندي قد ايه، حجمها لازم اعرف المحافظات اللي هم جايين منها ايه. حضرتك عارفة انه الكثير من العاملين سواء في المملكة او في الكويت من الصعيد، فانا عندي ايضا محافظات داخلة في هذا الموضوع. لما بنبتدي بتجميع البيانات وان احنا نعرف ايه الخريطة اللي قدامي، ببتدي اقسم المشاكل. تمام. دول مش عارفين يرجعوا علشان البي سي ار، دول عندهم مشكله في تجديد الاقامه، دول عندهم مشكله في الاجازه اللي على اثرها ممكن ان هذا المواطن يفقد عمله. دي عينه من السيدات اللي نزلوا يزوروا اولياء امورهم وسايبين ولادهم عند جيرانهم السعوديين او الكويتيين او البحرينيين. فلما بنجمع هذه الطلبات وبنقسمها بقدر ان انا وافي سفارتنا سواء في الكويت او المملكة انه في اطار العلاقات التاريخية وعلاقات الصداقة احنا بنحترم زي ما انا قلت في بداية كلامي سيادة وقرارات هذه الدول، ولكن في اطار العلاقات التاريخية والصداقة اللي تجمعنا بالتأكيد انه دي فورس ماجور، يعني دي حاجة حصلت المواطن ملوش يد فيها، انما لابد ان احنا
نعذر ويبقى في بعض من الأمور الإنسانية اللي بيها نقدر نجدد الإقامة خارج وهو خارج الدولة، أو إن إحنا نمد الأجازة نظراً لهذه الظروف الاستثنائية اللي بيمر بيها العالم كله. طب أفهم من كلام حضرتك إن حضرتك أجريتي اتصالات سواء مع الجانب السعودي مع الجانب الكويتي لتسهيل الأمور زي ما حضرتك شرحتي دلوقتي؟ مظبوط، وبالفعل الحقيقة الكويت أعلنت، وزارة الداخلية الكويتية أعلنت امبارح أنه سيتم تجديد الإقامة لمن هم خارج الدولة. صحيح. وسيتم إذن برضو تصريح إذن الغياب حيمدوه. محتاجين أن احنا نشتغل أيضا مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية، لأن زي ما قلت لحضرتك احنا من مصر دلوقتي العدد الاكبر من السعوديه، يعني مقارنه السعوديه بالكويت انا عندي من السعوديه 1338 عامل مصر موجودين على ارض الدوله مش عارفين يرجعوا، في الكويت عندي هنا هو في مصر 58. برضو باكد ان ده لغايه 10 الصبح النهارده، وما زال فريق العمل في وزاره الهجره شغال مع كل هذه الاستفسارات. بكره الحقيقه الصبح بقدم امام مجلس الوزراء اخر ما توصلنا اليه حسب تاريخ وحسب توقيت. عندنا بقى المشكله الاخرى العالقين في المطارات، وعشان كده كان في تعاون مع معالي وزير الطيران اللي بشكره بصفه خاصه، لانه صدق على طلوع طيارات تجيب الناس اللي هم العالقين. مين هم العالقين دول؟ اللي راح يعمل عمره ومش عارف يرجع، اللي راح زيارة لأسرة مش عارف يرجع. الناس دي عشان ترجع دي كانت مشكلة، إنما صدق معالي وزير الطيران إنه يكون في طيارات من مصر الطيران بدءا من امبارح 9 مارس وحتى 24 مارس. هذه الطائرات خطوطها كالتالي: 3 طيارات يوميا القاهرة جدة القاهرة، وطيارة واحدة يوميا القاهرة المدينة القاهرة، وأيضا في الدمام وفي أبها، يعني في المناطق اللي فيها تجمعات للمصريين من العالقين اللي راحوا زيارة أو من المعتمرين اللي عايزين يرجعوا مصر. غرفة العمليات بتمد وزارة الطيران كل يوم بي احنا عندنا عالقين فين تاني غير المملكة العربية السعودية، عشان معالي وزير الطيران بفريق عمله يقدر ان هو يقدر انه الدولة دي محتاجة ان احنا نطلع زي ما طلعنا المملكة العربية السعودية ونجيب المواطنين بتوعنا. عظيم، يعني كل يوم بنتاكد انه كنا في امس الحاجه فعلا يكون عندنا وزاره خصيصا لمتابعه شؤون المصريين بالخارج، ان هم يكونوا عارفين ان في يعني كيان وفي وسائل تواصل، وان هم يقدروا يقولوا مشاكلهم. النقطه حضرتك قلتيها يمكن كان قبل كده بقى في استغاثات، وطبعا قصه ان الناس تروح السفارات برده ما كانتش قد كده، لانه كان في ناس مش مسجله نفسها. فطبعا انا بشكرك شكرا جزيلا على الجهد وعلى الدور اللي حضرتك بتقومي بيه الحقيقه في هذا الملف مع السفيره نبيله مكرم وزيره الدوله للهجره وشؤون المصريين بالخارج. بشكر حضرتك.